اختلفت دول العالم بإجراءاتها الاحترازية لمحاربة الوباء، وكانت المملكة من الدول الرائدة في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية بتوقيت مناسب، مما أدى إلى كبح انتشار الوباء مقارنة مع كثير من الدول المتقدمة حول العالم، حيث سمحت للأنشطة التصنيعية للمواد الأساسية وسارعت باستقطاب اللقاحات الآمنة. ومن هذا المنطلق أعلنت مجموعة أسترا الصناعية عن قيام إحدى شركاتها التابعة شركة تبوك للصناعات الدوائية بتوقيع اتفاقية خدمات حصرية مع شركة موديرنا في عقد مدته 3 سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وأضافت أسترا في بيان لها على تداول أنه من الصعب تحديد قيمة العقد نتيجة ارتباطه بمستوى التوريدات والمبيعات للسوق، والتي بدورها تعتمد على إتمام عملية التسجيل للمنتجات بنجاح، حيث ستمتلك شركة تبوك حقوق التسجيل لهذه المنتجات خلال فترة الاتفاقية. تأسست شركة تبوك للصناعات الدوائية عام 1994 في منطقة تبوك، وهي مملوكة بالكامل لمجموعة أسترا الصناعية، ويبرز نشاطها في تصنيع وتسويق المنتجات الدوائية، كما تقوم الشركة بتصنيع عدد من المنتجات بترخيص من شركات دوائية متعددة الجنسيات. تملك الشركة مصنعين في المملكة، في تبوك والدمام، وآخرين أحدهما في مصر والآخر في السودان، وتتواجد الشركة في أكثر من 20 سوقاً عالمياً، ويعمل لديها ما يقارب 1500 موظف، وتعمل في عدة مجالات علاجية بما في ذلك أمراض الجهاز العصبي المركزي وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المعدية.